دخلنا الموظفين اللي في وزارة الصحة اللي هم بيقوموا بالكلام ده والحقناهم على السجل المدني، مش هنعين حد جديد وهيقوموا بنفس الدور. يبقى احنا النهارده هيكلنا الموضوع صح. يعني عايز اقول بدل ما احنا مشتتين وعندنا 7 مليون موظف ومش لاقيين لهم مكاتب. علاقه الشبكات دي كانت فكره وزاره الاداره، وزاره التنميه الاداريه اللي تم ادخالها في وزاره التخطيط والصحه الاداريه. ماشي. دي كانت هي بتعمل على الموضوع ده، كانت بتعمل شبكات اتصال بين كل المحافظات، وخصوصا كانت معنيه بالرقم القومي والحاجات دي. بس معرفش لا انا بتكلم على دور الوزارات دلوقتي، ما بتكلمش عن المحافظات، انا بتكلم على دور الوزارات. يعني النهارده وزاره الصحه بتقوم دور بتقوم بيه وزاره الداخليه. يعني شبكه ربط ده كله، ان اول ما يعني الشهاده الرسميه تصدر يبقى في كل جهه مرتبطه بيها عندها علم ان دي موجوده. يعني في لا مش اللي كانت في الصحه بتطرحها في الرسميه ودي بتتسجل منهم دي، عشان كده كانت فيها حاجه اتصال كده فعلا. لا بس هي كان في شبكات، وما كانت فكرتهم ان يكون في شبكه اتصال بينهم. ماشي. ده اتخذ حد ربط الالكتروني بقت مكتوبه عشان تحصلي على رخصه العمارة لازم تجيبي واحد اثنين ثلاثة أربعة من أول شهادة الملكية أو حيازتك من الأرض أو لحد آخر الحاجات اللي هي مثلا الرسم الهندسي أو الكلام ده. تمام؟ بتقدمي الملف بيقبل، لو هو الورق كامل والمستندات كاملة بيقبل هذا الملف. تمام؟ من أثناء الحاجات اللي بتتعمل في الملف ده في حاجة اسمها معاينة الأرض على الطبيعة. لازم مهندس من المهندسين ينزل يشوف الارض اللي انت طالبه تصدقي عليها في الخريطه بتاعتك دي. هل دي قطعه ميه؟ هل دي ارض زراعيه؟ هل ده جبل؟ اللي انت طالباه، فبينزل يشوف الارض على الواقع. اللي بينزل يشوفه على الواقع ده هو بيلاقي صاحب الارض قاعد مستني. باشمهندس سمتك معانا بقى. يبقى حسب انتظار شيء. يبقى احنا ما عملناش حاجه. طب ده مفترض يعني المعاينه دي تتم ازاي؟ المعاينه بقى دي لو في حكومه الكترونيه او يعني انا هقدم على النت هتحصل المعاينه على النت. يعني هتحصل المعاينه بقى، ينزل هو يعمل المعاينه في اي وقت غير ما يكون في وقت مسبق اللي يعلم بيه الملك. تمام؟ لان حتى لما بقى في ظاهره وبقى في اخباريه عن ان مهندس معين نازل يوم كذا الساعه كذا، بلغت الرقابه بهذا وقبضت على كذا حد في مكان المعاينه وهم بيتداولوا الرشوه. فالجديد بقى ايه؟ والله يا استاذ الرسم ده هياخد وقت طويل شويه. لو هتروح المكتب الهندسي اللي هناك ده اهو هيخلص لك الرسم، مفيش يمكن يخلص في اسبوع او اسبوعين. فيروح يلاقي حد من طرف اللي هو عايز يبقى كده طلع له ورق رسمي باختام ويمكن نفس الرسومات بتاعته هي، بس ده يبقى ثمن الرسم. فانت النهارده بتتعاملي مع الفساد كائن حي، كل ما بترتقي درجه هو بيرتقي درجه. ده ما كانش اثنين كمان. يعني انت النهارده كل ما بترتقي درجه مع الفساد هو بيرتقي درجه عشان يتغلب على الدرجه اللي انت. من انجح النظم في الدول اللي احنا شايفين فيها تقدمات، الدول الاوروبيه او حتى دول الخليج او حتى البلاد اللي كانت بعدنا، وهي الحكومه الالكترونيه. واستخراج، يعني دي الخطوه بقى اللي عايزين نعملها، قطع الاراضي الفاضيه نصدر لها تراخيص. تمام؟ بدون اسم، تبقى القطع معينه وكل حاجه معروفه، مجرد ان واحد هيشتري حته ارض استثمار. يعني قصدي حضرتك تكون جاهزه للاستثمار او جاهزه للاستثمار. ده اللي بيتعمل ان شاء الله في المدن الجديده وفي الحاجات الجديده، انها تتعمل رخص مسبقه باحجام وقطع الاراضي بحيث انها تتملي الاسم بس عن طريق الحكومه الالكترونيه. تخشي هتلاقي مطروح مثلا عندنا 10 قطع اراضي. انت اللي يناسبك ايه في نظام الدفع وهيناسبك ايه في مساحه الارض. فتروحي رايحه مقدمه والرخصه صادره اساسا مجرد عن نقص على الاسم. التعاقد. طيب الجوله بتتم على حاجتين، يا توليد منك
يا احنا عاملين خطه بيوت بالقطاع على النهارده. هو اللي هو عبد اللهي لما كان وزير الاعمال المحليه كان عرض عليه التفتيش الاول، هنفتش على ايه وهنعمل ايه وهنسوي ايه وكلام من ده. كان بيحب التفاصيل. بيحب التفاصيل. الدكتور احمد زكي بدر كان او يعني اللي انتم شايفينه صح عملوه بعد كده عشان بعد كل النتائج. تمام؟ يعني هو مش بيخش في اللي انتم هتعملوه قد ما هو عايز النتائج اللي انتم هتعملوها. بالظبط. حققنا ايه؟ يعني دورنا وفعل دورنا التفتيش ودورنا الرقابي لاقصى مدى. تمام؟ لان برضو القطاع دي ممكن يعمل ازمه بين الوزارات لو في مفيش حد حكيم. كونك ان انت بتفتشي فانت بتتخيلي اللي انت بتفتشي عليه ده قد يكون اقل منك. لكن هو في الواقع لما رايح تفتش على المحافظ دول الوزير عامل داخله على وزير بيتفتش عليه في وزارته. يعني انت ما تفتش الحق انك تفتش على المحافظ، تفتش على المشروعات اللي بيعملها، بس هو كده هو شوف ان هو بيرقص اللي احنا بنفتش عليه. في اي اخطاء بتبقى في وشه. وانت داخله حتى يعني داخله تقول له احنا جايين نفتش عليك. لا مش كده. بس يعني لا طبعا ما بتبقاش كده، بس دايما بيتقال ان انتوا يعني فيما يتعلق بتشوفوا المشروعات بعد كده بتشوفوا الناس بتفتشوا على الناس اللي تحت قيادات الصف الثاني ادائهم عامل ازاي. واحنا ما بنقيمش طبعا تقييم اداء المحافظه، لكن لما بنطلع ملاحظات عنده في المحافظه دي بتبقى مشكله في وش طبعا هو مسؤول عنها. انت النهارده يعني اقل حاجه وما اتفق عليه هنا بينا جميعا حتى لو حد صغير حد كبير رايح يا فندم احنا جايين نعاون سيادتك في حاجات عينك يعني ايه بتقع على حاجات كويسه ممكن احنا عينينا تقع على حاجات انت حضرتك مش شايفها، فهل ممكن تسمح لنا؟ انت بتعرف يعني يبقى في يعني اعتراض او مثلا تازم ان انتوا جايين في لجنه من الوزاره جايه تفتش على والله بيبقى شغال كويس بيبقى فرحان ان احنا جايين. اللي بيبقى متقامين ازاي؟ احنا مش كفايه اللي احنا فيه. يعني بتتقال كده لكن ما بتتقالش بتقول. لا طبعا مش عايزينكم، مش هتتقال صريحه. لكن دي صدمتنا في الازمنه المختلفه، ما صدمتناش يعني مش دلوقتي. لكن صدفتنا يعني في ايام الاخوان صدفتنا كتير. انتوا مش حاسين باللي انتوا فيه جايين تفتشوا عليه. وحتى ايامنا التكلفات وحتى كان ايامنا التكلفات ايه؟ يعني حاجات يعني شوفوا البنزينه خارج شوف البنزين نظام البنزين بيتوزع مظبوط ولا لا؟ شوف الخبز مظبوط الخبز فعال ولا لا؟ يا فندم احنا عايزين نشوف فلوس الدوله وخطه الاستثمار مش وقته. طب بقول لكم ايه ما تشتغلوش خالص. ما تنزلوش في محافظات الا لما اقول لكم. وقوم قعدنا 8 اشهر حاطين ايدنا على خطه. ما بنعملش حاجه خالص. ايوه ما كانوا بيعملوا قاعده عايزين بقى يعني يتوغلوا بيعملوا قاعده بيستموا نفسهم لانهم ما كانوش حتى لو في اخطاء ما تظهرش بالظبط. يعني حتى لو في حاجات تدليسات او حاجه ما كانوا بيعينوا عملوا كم حركه محافظين ايام ما كانوا كذا حركه ده محافظين ونواب محافظين كانوا مستبدل بدون اي كمان انشاؤوا اماكن صف المحافظات الشرقيه دي ما كانش فيها نائب هم عملوا نائب الشرقيه البحيره ما كانش فيها نائب عملوا نائب البحيره محافظ البحيره وما دون ذلك المدن والاحياء محليات. السبب احنا السبب ليه؟ بيقول لي رئيس الحي بيقول لي انا نازل حمله ازاله لو سمحت اعمل لي قوات. تمام؟ يجيب له القوات يجهز له القوات. يلا انا جاهز النهارده. يلاقي الموظفين الحي اللي هيعملوا الازاله معاهم 4 5 شواكيش نازلين ينفذوا بيها الازاله. شواكيش؟ شواكيش 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 شواكيش
يقول لي بقى انا قاعد بتصل الوقت واطلع قوات واتحمل عبئات عشان ابص الاقي مثلا لو المبنى ده مخالف يكسروا لك الشباك يكسروا لك حيطه كده في الجنب وخلاص يبقى ده كده نفذوا المخالفه. واحنا لما تيجي تحاسبي المهندسين انت عندك 10 قرارات ازاي ما نفذتوش ليه؟ في الاسم يقول لك فندم الداخليه بيعمل دراسه امنيه. الورق بتاعهم في الاسم. هي دي الجزء المنعزله اللي احنا بنحاول نبدلها. دي اللي احنا بنقول يا فندم لازم شرطه مرافق خاصه بالمحليات لا تتبع وزير الداخليه. لازم يا فندم يبقى في قضاء متخصص بالمحليات. دي قديمه موجوده اللي كان موجود زمان وما كانش بيخلي فيه حاكم البلديه. في قاضي بلديه هي كانت بتقضي في قضايا المحليات متخصصه. انت متخيله ان قضايا البلديه مختلفه عن بعضها؟ ده هم 10 6 يعني 10 مخالفات او 15 مخالفه محصوره. فلما يجي مخالفه تطلع قدام البروفيشنال خلاص تبقى وعقوبتها كذا على طول. دي كذا عقوبة فيها انجاز كمان. ده طلع ببلكونه زياده 2 متر يبقى عقوبتها عنده كذا. دي سرعه الفصل. سرعه الفصل اللي هي بتعمل ايه؟ بتقتل المخالفه في المهد. النهارده في مافيا بتستولى على ارض ناس. بيعمل ايه؟ بيروح يعمل محضر ويروح النيابه ويدخش قضاء. بيتحكم له امتى باستخدام الارض؟ بيتحكم له ايه حتى موضوع الحكم ده؟ بيبقى ازاله ما تم اول حاجه لايقاف الرخصه وازاله ما تم عليها من المباني وعاده الارض دي. تمام. ده لو الحكم اشتمل على الثلاث حاجات دول ما قالش على حاجه واحده مثلا ايقاف الترخيص. صاحب الارض لما بيروح يلاقي العماره خلاص بقت 36 شقه وسكنه بعد ثلاث سنين او بعد اربع سنين لما بيصدروا الحكم ده. طب ايقاف ترخيص ايه؟ ما الرخصه وقفت خلاص لان هي العماره قامت. استدار الارض ازاي وعليها مبانا؟ تمام؟ بالقانون بقى في الحلقه النقاشيه دي بيقول يا فندم يعني ايه يا ريت نفعل القانون فيه اخلاء بالقوه الجبريه. قال لك نعم انت عايزنا ننزل لك سكان مصر في الشارع. مش هدي حد اخلاء بالقوه الجبريه. خلاص بقت فصغرات القانون بقت معلومه لدى الفاسد. خلاص هو بيستغلها. بس هو دلوقتي المخالفة المخالفة بتعمل ايه؟ بيقول له ابني انت بتبني كام؟ انت وصلت باربع ادوار ابني ثمان ادوار والدور تاخد منك فيه 20,000 جنيه ولو ما جبتلكش تصديق بالثمان ادوار خد ال 20,000 جنيه عند المخالفة. هرجع لك الفلوس تاني. لان هو عارف بيعمل ايه؟ يعني الفاسد ده عارف خطواته ايه لحد ما يرجع للراجل الرخصه بتاعته. هو بيبيع الشقه وهو بيبني وعايز حد يثبت كم حاجه عنده. ايوه بيثبت لان بيثبت بيسكن هيكلي كمان. اي حد قريب اي حد مش عارف يجي يعفش لك العمر مسكون مشغوله بالسكان فما بيجيش الا الشرطه ما يطلعش ما تقدرش تطلع ولا تقدر تسيب.